السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في حصة جديدة وفي شيوة جديدة من شيوات أم شمس. اليوم إن شاء الله كنقترح عليكم تخوا سوغت ديال لي سالي أو تخوا سوغت ديال المملحات اللي كيجيو رائعين في المذاق وكيجيو مختلفين وسهلين في التحضير، وهذا هو الأهم لأنهم كيوجدوا معنا في دقائق. النكهات ديالهم مختلفة وكيجيو يعني رائعين، نحضروهم لينا ولوليداتنا والضيوف ديالنا اللي مالا، لانهم سهلين في التحضير. وقبل ما نمشيو للطريقه، فدائما الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش انكم تبارطاجيوها مع الاصدقاء والعائله باش تعمل فائده. وبالنسبه للزوار ديالنا الجدد فمرحبا بكم معنا، ونورتونا ونورتو القناه. فما تنساوش ايضا الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك وجرس باش توصلوا دائما بجديد القناه. اما بالنسبه لهاد ثلاثة ديال المملحات فهما سهلين كيف ما قلت من قبل، سهلين في التحضير وكيجيو رائعين، والمذاق ديالهم يعني رائع رائع، أقل شيء يقال أنه رائع. فبلا ما نطول عليكم مشيو المقادير باش نشوفوا طريقة التحضير. فكنحتاجو الجبن طري. هنا استعملت الجبن اللي كنت عملت معكم، دوبلت الكمية يعني عملت دوبل ديال الكمية. ممكن تستعملوا اي جبن كتحبوه يكون جبن طري. كنحتاجو بالنسبة للشكل الاول حبة ديال لافوكا، القمرون منقي وشوية ديال القمرون التزيين، ونص حمضة او نص ليمونة حمضة. كنحتاجو لادان دفومي مقطعة على هذا الشكل هذا، وشوية ديال لادان التزيين. كنحتاجو الطون بالزيت مصفي، وحبيبات ديال الجوز او القرقاع، شويه الملح وشويه ديال الابزار. بالنسبه للطريقه، فاول حاجه كناخذوا البان دو مي ديالنا او خبز التوست اللي كيكون طري، ممكن نصنعوه في البيت، ممكن انا ناخذوه في المحلات اللي المحلات الكبرى او المخبزات فهو موجود. كناخذوه على هذا الشكل المربع، يعني بالنسبه للتوست ما يكونش كبير بزاف، يعني نحاولوا انه يكون صغير. وكنزولوا ليه الحواف ديالو على هذا الشكل هذا، من بعد كنقسموه على زوج على شكل مثلث كما كتلاحظوا. فهي طريقه بسيطه وسهله. انا غنكمل البان دومي ديالي كامل على هذا الشكل هذا. بالنسبه للشكل الاول غادي نعمل هكا، ممكن تعملوا يعني اربعة او خمسة في ضربه واحده على حساب الوقت. وغادي نكملوا حتى نكملوا الشكل الاول على هذه الطريقه هذه، وكنقسموهم على شكل مثلثات بهذه الطريقه. هذا بالنسبه للشكل الاول. فبالمناسبه بالنسبه لهاد لي شوت او لهاد الحواف هادو، فما كنسيبوهمش، كنحتفظوا بهم، كنحمروهم في الفرن، كنقدموهم مع الشربات او لا كنحمصوهم وكنطحنوهم وكنتحصلوا على لا شابلوغ صنع منزلي او لا شابلوغ سهل. فهنا بالنسبه لهذا الشكل الاول. اما بالنسبه للشكل الثاني فكناخذوا توست او لا بان دومي على هذا الشكل، وكنطبعوه على حساب الطابع اللي بغينا ولا اللي حبينا. انا هنا حبيت نطبعوه على شكل ورده كما تلاحظوا، ها يعطيني هذا الشكل هذا. غادي نحطوهم على جنب حتى نكمل الكيفيه الثانيه كما تلاحظوا. وهذوك الحواف فغادي نقادهم، فانا هنا غادي نخلي الحواف نقدمهم مع شوربات، ولي شوت اللي ما مقادينش فغادي نطحنهم على شكل شابلوغ. هنا غادي نكمل بالشكل الثاني يعني على شكل ورده. فهاد الكيفيه فهي جد سهله وكتوجد في دقائق كيف ما قلت من قبل، وعلاش لا، ما نفرحوش راسنا وما نعملوش شي حاجه يعني زوينه للضيوف ديالنا الا كانوا جايين على غفله مثلا. فهادي كيفيه اللي سهله وكتوجد دغيا، وكنحطوا شي حاجه في الطابله ديالنا اللي كتكون رائعه وكتكون منظرها جميل والمذاق حتى هو كيكون يعني لذيذ. فهنا هكا حتى كنتحصلوا على الوريدات ديالنا كاملين. على هذا الشكل هذا حتى كنكملوا الوريدات ديالنا كاملين. بالنسبه للشكل الثالث ناخذوا البان دومي مره اخرى، وكناخذوا الطبيعه ديالنا الدائريه السامبل، وكنحاولوا نعملو على شكل نصف دائره كما تلاحظي. كنتحصلوا على هذا نصف دائره، كنعاودوا نقلبوا البان دومي ديالنا وكنعاودوا نطبعوها.
كنحاولوا اننا نصف دائرة او الاشكال ديالنا نعملوهم يعني قد قد باش يعطيونا شكل متناسق. هذا هو الشكل الثالث اللي هو الاخير، وكان ناخده من الجهة اللي طويلة ماشي من الجهة اللي عريضة، يعني باش يجينا النصف دائرة ما تجيش طويلة بزاف، يعني انما يجي العلو ديالها باش تاخد لينا او لا باش نقدروا نعملو فوق منها الحشوة ديالها او لا العمارة ديالها. هنا على هذا الشكل حتى كنكمل الخبز ديالي او البان دومي ديالي. من بعد فكناخد ملي كنكمل هاد الكيفيه هادي كناخد الزبده المذابه مع شويه ديال الزيت، وكنحاول انني نعمل او لا نعمل شويه ديال الزبده مع الزيت فوق من هاد الخبز ديالي. كما تلاحظي فانا ناخديت زبده وعملت معها جوج معالق ديال الزيت باش ما تحرقليش، ودوبتها وبديت كان بادي جوني هاد الخبز ديالي. من بعد فكنستفو في لاطا وكنحمرو جيدا في الفرن. نمشيو دابا للحشوات. فاول حشوه كناخد هي الطون ديالي، كناخد الطون اللي صفيته من الزيت، كنعمل عليه كميه كما كتلاحظوا فجوج المعالق ولا معلقه ونص ديال الجبن. هاد الطريقه ممكن تستعملوا هنا الجبن كيف ما قلت اللي حبيتو. كنحاول نستعمل الجبن، كنعمل عليه شويه الملح شويه ديال الابزار، وكنحاول نطحن هاد الكيفيه هادي مزيان، يعني حتى كتحصل على واحد الخليط اللي كيكون متجانس. فبالنسبه للحشوه الثانيه فعملت الحبه ديال الافوكا ديالي، وعملت شويه اولا القياس تقريبا 3 المعالق ديال الكروفيت اللي منقي، والحامض والملح والبزار، وحتى هو الدور ديالو يعني جوج معالق اولا معلقه ونص على حسب الخليط ديال الجبن، يعني انا على حسب الجبن اللي استعملته انا معلقه ونص كتكفيني. اما بالنسبه للحشوه الثالثه فهي نفس الشيء، يعني الجبن مع لا دانت فيمي مع شويه الملح وشويه الابزار، وكنطحن الكل وكنعمر بهم لي بان دو مي ديالي من بعد ما تحمروا ليا مزيان. وكنزين على هذه الطريقه، يعني الحاجه اللي عمرت كنزين يعني هنا بالنسبه للطون فزينته بالكركاع، اما بالنسبه للحويجات الاخرين فكما كتلاحظوا زينت بالكروفيت وبلا دان فيمي. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم واعجابكم، والى وصفه مقبله باذن الله. كانت معكم ام شمس، والى اللقاء.